موقف مرعب جدا يوم القيامة وخصومنا الذين لا نعرفهم. يقول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. تصور وأنت تحاسب بين يدي الله عز وجل يوم القيامة في مشهد مهيب، فيظهر لك أناس أنت لا تعرفهم ولم ترهم قط في حياتك، ثم يخاصمونك أمام الله عز وجل ويأخذون من حسناتك وأنت في أشد الحاجة إلى حسنة واحدة ترجح بها موازينك ليغفر لك الله بها. هؤلاء الخصوم الذين لا نلقي لهم بالا في الدنيا. فكم من شخص وأنت تقود سيارتك يعترضك بقصد أو بغير قصد فتشتمه وتمضي، سمعك أم لم يسمعك؟ فقد سمعك السميع من فوق سبع سماوات، وأصبح هذا الشخص خصما لك يوم القيامة وأنت لا تعرفه. وكم مرة رأيت شخصا في الشارع فعلقت أمام من معك على طريقة لباسه أو شكله أو هيئته أو تصرف قام به، فسجلت عليك غيبة شخص سيكون خصيما لك يوم القيامة وأنت لا تعرفه. وكم مرة تشاجرت مع أحدهم فشتمت أمه أو أباه أو أهله، ثم يكون كل هؤلاء خصوما لك يوم القيامة وأنت لا تعرفه. وكم مرة وأنت في حوار مع شخص ما فتكلمت عن أحد البلدان وقلت عنهم مثلا الشعب المصري كذا، الشعب التونسي كذا، أو الشعب البنغالي كذا وكذا، ولم يخطر ببالك أنهم سيقفون خصوما لك فردا فردا أمام الله عز وجل يوم القيامة بأن شملتهم بغيبتك أو بقذفك أو بشتمك وأنت لا تعرفهم. تصور أن يكون شعب بأكمله خصمك أمام الله عز وجل يقتص منك. لماذا؟ لبنت شفة لم تلقي لها بالا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في جهنم. وقال في حديث آخر: يقتص الخلق بعضهم من بعض، حتى الجماء من القرناء، وحتى الذرة من الذرة، أي حتى أنه يقتص للشاة التي ليس لها قرن من الشاة القرناء التي لها قرن وضربت أختها بقرونها، فأي عدل هذا؟ وكم من مقطع أو صورة نشرتها وبها استهزاء أو تشهير بشخص ما دون التأكد من صحة المعلومة، وأصبح هذا الشخص خصما لك يوم القيامة. ثم إن العبد ليجيء يوم القيامة بأمثال الجبال من الطاعات والحسنات، فيرى أنهن سينجينه، فما يزال عبد يجيء فيقول: ربي إن فلانا ظلمني بمظلمة، فيقول: خذ من حسناته. وهذا هو المفلس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. فانظر رعاك الله كم خصما سيأتي يوم القيامة ليقتص منك ويأخذ من حسناتك. فإن غضبت فاكتم غضبك فذلك الشديد، وإن كان قد زل لسانك وشتمت أحدهم أو قذفته فعجل بالتوبة والاستغفار لك ثم له في ظهر الغيب، وقل: اللهم اغفر لي ولأخي، وادعو له ولأهله، فإن الحسنات يذهبن السيئات. رب اغفر لي ولوالدي ولمن لهم حق علي، وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لي ولكل من سببته أو علقت عليه بكلمة أو نظرة لا ترضيك. اللهم اغفر لنا ما نعلم وما لا نعلم، أنت أعلم بنا وأنت العفو فاعف عنا. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصل الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.